صحة المسيحيين وليس على رئيس الجمهورية أن يقول له ما هو واجبه. بعد أسبوع على الحادثة، الهدوء يعم عرسال والقلق يعتمر قلوب أبنائها بسبب الإجراءات الأمنية المشددة. التقرير لمنير الربيع. بالمناسبة، أقيم قداس مركزي في كنيسة مارمارون في الجميزي، شارك فيه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان. استهل التيار الوطني الحر حملته الانتخابية تحت عنوان ذكرى غزو الأشرفي في 5 شباط 2006، فبعد 7 سنوات استفاق العونيون على ما حصل في ذلك اليوم ليشنوا حربا كلامية على تيار المستقبل. لبطريرك الماروني إلى سوريا منذ الاستقلال، والراعي يؤكد أنها راعوية. المستقبل يكشف تهريب المازوت إلى سوريا بمباركة حكومة النائب بالنصر. بعد 7 سنوات استفاق العونيون على حادثة 6 شباط في الأشرفية لغايات انتخابية. في الشأن السوري، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين كتائب الأسد والجيش الحر في محيط محطة العباسيين في قلب دمشق وحي جبر. كذلك قام الجيش الحر بإغلاق أوتوستراد دمشق 5، والمعارك الطاحنة تخاض الآن على جبهة النبك، حيث تم تدمير عدد من آليات ومدرعات كتائب الأسد. ناشطون أعلنوا أن الجيش السوري الحر أسقط منذ بعض الوقت طائرة ميج في كفر بودا بحما. تضع عضو فتلة المستقبل النائب عاصم عراجي حرص اللبنانيين على الجيش. عراجي وفي خلال احتفال